بتعوضهم عن ايه انحرمت منه وانت صغير؟ بعوضهم عن فكرة البيت اللي فيه الأب والأم، اللي هي أزمة الطفولة كانت عندي، إن الأب والأم مع بعض، البيت المستقر، إن الأب والأم حاجة واحدة، مفيش حاجة اسمها أصل ماما قالت أو بابا قال، مفيش، أنا والأم حاجة واحدة وكين العملة واحدة. ملك عندها 14 سنة، يعني كبرت وبقت عروسة وأكيد ابتدت تحب مين؟ ملك. لا ما لسه مبتدتش، لا 14 سنة مش كبيرة. في المدرسة ايه؟ مش في مدرسة أجنبية ولاد وبنات، يعني بيبقى فيه إعجاب يا كريم. أيوة في، بس أنا بقول لها 14 دبد، يعني بعد الـ 64 الموضوع بيختلف. ولسه 71 سنة مش لازم اقعدي في المدرسة. أيوة. بس خليكي كده. بس على ما تكبري اقعدي كده، خليكي زي ما انت. هيحصل فيك ايه لما تيجي ملك تقول لك بابا انا بحب، او بلاش هي اللي تقول لك، لما تكتشف ان هي بتحب؟ بص ابتديت ازاي، عقدت الحاجبين ازاي. الفكرة نفسها مرفوضة. اصل الولاد بيكبروا فجأة وبسرعة، فكرة البنت عند الاب لا غير الولد خالص. يعني انا اول حاجة هعملها لو يعني لو ربنا يا رب حاجة النبي يجعل حياتهم ورزقهم أحسن مننا، أمين. أول حاجة هتحصل لي لما أشوف حد جاي يتقدم هصاحبه واخده ونخرج. يا سيدي يتقدم هتصاحبه وتاخده وتقعده. أيوه. على حجرك ويبقى زي ابنك. بس أيوه. تعالى قولي بقى، لما هي سنة الحياة لما البنت تحب هيحصل في كريم إيه؟ شيلتك الهم يعني. والله شفت اللي هيحصل. مش سهل. لا مش سهل، أصل الحب محدش يقدر يوقف ولا يمنع، دي سنة الحياة. إنما في خلقتي كده مرة واحدة، هي صاحبة مامتها قوي كمان، يعني أنا إيه بيوصل لي التفاصيل في الآخر. بس الاختيار هتتدخل فيه؟ هنصح وهوجه وهقول وهعيد وزيد، لكن مش هفرض عليها شيء. مش هتفرض حتى لو الشخصية مش عاجباك؟ هتقول اختيارها؟ مش عاجباني بس كويس مش هفرض، لكن غير جيد لما هتقول مش عاجباني بس كويس، ما هو هيبقى في نظرك مش كويس، هو مش عاجبك، يعني في شيء زعجك فيه. والله لو ابن ناس ومحترم هقبل. هقبل ما يعني هعمل ايه؟ هقبل واسيب انا البيت وامشي. مضطر. انبسطوا انتوا. ربنا يفرحك بيها. حياتك يا رب. بالبنت العريض، توصي ملك بايه وتوصي علي بايه؟ خدوا بالكم من نفسكم، وقبل خدوا بالكم راعوا ربنا في كل حاجه بتعملوها. دي النصيحه اللي انا الاساسيه في حياتي. راعي ربنا يا ابني في اي حاجه بتعملها، خدي بالك من نفسك، خليش حد يضحك عليكي، خلي نفوخك دماغك دايما صاحيه. ده الملك. ده الملك. والعلي بزرع فيه بقى ان الدنيا مش ما بتستقبلش، ده ضعيف، لازم يبقى قوي. طبعا. هايدي هتوصيها بايه؟ هايدي ذكية جدا وعقلانية جدا، لكن ساعات بتصدق بسرعة شديدة جدا. تصدقيش بسرعة، يعني اتقالي شوية على الفكرة. كبري دماغك. كبري دماغك شوية.